يا هلا ويا مساء ويا صباح مساء الخير كل حسب توقيته. خلينا نشوف هنا، انا عندي حاجة بس واحدة هذا ما ادري تسوي فيها، وعندي هذا يلا بسم الله نص المخبأ وندبل ونشوف شو عندنا هنا. نصل دمشق نصل دمشقي يلا حلو ناخذه. يا سلام ونشوف الحين هنا دقيقة. أنا الحين عندي مشكلة والله، والله العظيم عندي مشكلة كبيرة. عندي هنا الحين هذا جاني النصل دمشقي، ما ناقصني خواتم واحدة بس ومكس بطل أحمر، وعندي ناقصني سترتين وناقصني منشطين. التلسكوبات لسه مطول كثير، يبغالي تلسكوبات كثيرة وأسهم بعد. بس الحين شو نسوي الحين؟ لأن المشكلة إيش الحين؟ عندي هنا 10 20 مليون لحم، 20 مليون لحم بالضبط. لا، 10 مليون لحم، 10 مليون لحم، كل 4 مليون 10 مليون، 10 مليون لحم. وعندي هنا 127 جاهزين للدمج، وعندي هنا 507 جاهزين للدمج، وعندي هنا 433 جاهزين للدمج، وعندي هنا هذه هنا 5 نسحبهم. ايش رايكم نشوف مين يطلع لنا؟ يمكن يطلع لنا شيء 5 نجوم. وعندي هنا في الأكاديمية هذا يعطي بس نجمتين، 97 بطل نجمتين فقط، كلهم نجمتين هذول. وعندي هنا 20 بطل مدرب، أبطال مدربين. وعندي هذا غير اللي هنا عندي، أنا شغال على هذا شوي شوي. شوف هذا كله أبطال مدربين وثلاث نجوم وأربع نجوم، ما ليش أسوي فيهم؟ ما عندي أي بطل أشتغل عليه، وهذا قاعد اشتغل عليه على الخفيف اللي يطلعوا لي من الخريطة. هذا توني مخلص صندوق، هذا يطلعوا لي من الخريطة بس جاهزين للدمج. ما ادري ايش اسوي، كله مليان مليان مليان، عندي كله مليان. ودي اخلص الحين هذا وابدا لي بواحد ثاني، اي شيء اقدر اخلصه الحين، بس ماني مخلصه، بخلصه على شوي شوي افضي فيه اللي يطلعوني من الخريطه بس. وهنا عندي هذه الاكاديميه بس اخر اثنين يحتاج لهم بحث، بس انتظر هذا يخلص. هذا الحين باقي له 4 ساعات وبيخلص 5 5، بيخلص 6، بيخلص بس 6 برفع على 7. هو 5، هو أصلا 5، بيخلص البناء بيصير 6، بعدين برفع للـ7، بقالي 8 9 10 ثلاث رفعات. عشان إيش؟ عشان أوصل الكوركت فود، يوصل الظاهر والله العالم يوصل 3 مليون و200 أو 3 مليون و300، 3 مليون و300 يمكن تقريبا، أو شيء إلا شيء بسيط. وبس ما ادري ايش اسوي. وهنا الحرب مستقعدين لكس امهم حجر كله خرا كله خرا، والعملاق ما عاد بقال الا شيء بسيط ويموت. انا قاعد انتظر هجمتي الثانيه بعد 1 ساعة وربع. وبس وصلى اللهم وبارك.